بحضور أطباء من مختلف المحافظات السورية، أقامت الجمعية السورية لجراحة المسالك البولية مؤتمرها 36 على مدرج الباسل في مشفى الأسد الجامعي بدمشق. هذا المؤتمر يعقد بشكل سنوي بأحد المحافظات، هذا العام سيعقد في مشفى الأسد الجامعي. ما في محور معين يناقش كل مواضيع البولية اللي فيها جدل كبير، اللي فيها شغلات حديثة، ودائما احنا نحاول نتبادل المعلومات، نتبادل الخبرات بين كل الأطباء. دائما بشكل سنوي عقد مؤتمرات بكل الاختصاصات، يعني بما فيهم اختصاصات الجراحة البولية. عم نشوف نحن دائما مؤتمراتنا عم تكون نحن شو في أبديت عالميا، يعني عم نحاول نحن نطبقه ضمن الإمكانيات والوسائل المتاحة في سوريا. ما فينا نطبق نحن مثلا شغلات ما أنا موجودة عالميا بس إمكانياتهم أكثر بكثير من عنا، فنحن عم نحاول ضمن الإمكانيات المتوفرة ناخذ أفضله ونطبقه حاليا في سوريا. المؤتمر تضمن ندوات طبية لمناقشة أحدث التطورات العلمية والبحثية في جراحة المسالك البولية. المحاضرات هتتناول النواحي العلمية الحديثة، مثلا محاضرتي رح تتناول زرع كلي عند الأطفال الذين ليس لديهم مثانة طبيعية، يعني هناك تشوه في الطرق البولية السفلية، تشوه، وهذا التشوه أدى إلى قصور كلوي مزمن عند طفل. فنحن يا ترى نزرع الكلية لهذا الطفل؟ طبعا لا يجوز نزرع كلية لهذا الطفل إلا بعد إصلاح الطرق البولية السفلية. هذا موضوع المحاضرة. وهناك محاضرين كثر يتكلمون عن حدثيات حديثة في العالم تتناول مجال الجراحة البولية والتناسل. إحنا هاي المؤتمرات بنسويها لتبادل الخبرات بين الأطباء، للتعرف على شيء جديد، بحكم أنه في أطباء بيطلعوا بيحضروا مؤتمرات خارج القطر، فبالتالي بيطلعونا على شو صار مستجدات بالجراحة البولية وتبادل الخبرات بين الأطباء، وكمان مشان موضوع التأهيل والتدريب للمقيمين لكمان يكونوا على آخر اطلاع. طبعا إحنا قسمين المؤتمر، قسم نظري وقسم عملي. قسم العملي الحالات السريرية النادرة اللي إحنا شفناها بمشافينا، سواء مشافي التعليم العالي أو مشافي الصحة، والقسم النظري هو المحاضرات النظرية اللي بتطور وبتفيد المقيمين. هذه اللقاءات السنوية مفيدة جدا من ناحيتين، العلمية والاجتماعية. الناحية العلمية بتبادل الخبرات بين الزملاء بمراكز مختلفة من العمل، وخاصة بتكون محافظات أقل مثلا مراكز يعني متأخرة نسبيا بالتجهيزات وكذا، بنشوف خبرات زملائنا وأساتذتنا، ولنشر المعرفة على مستوى الوطن كله إلى أهمية كبيرة. الشركات الدوائية المختصة أكدت على أهميتها لدعم المؤتمرات الطبية العلمية، بالإضافة إلى مواكبتها لتقديم أحدث الأصناف. نحن كشركة وطنية مهتمين كتير بالمشاركة مع كل الاختصاصات لدعم نشاطاتهم العلمية، لنقول أنه نحن موجودين، الصناعة السورية لساتها موجودة وبكفاءة وجودة عالية، ونحن كشركة وطنية متوفر عنا جميع الزمر الدوائية والأشكال الصيدلانية اللي بتهم مرضانا، وخاصة اختصاص الجراحة البولية. نفتخر بمشاركتنا بالمؤتمر 36 للجمعية السورية لجراحة المسالك البولية الذي يقام في مشفى الأسد الجامعي بدمشق. تأتي المشاركة لدعم هذه المؤتمرات، لدعم الصحة الاجتماعية. نحن بنفتخر بهي المشاركة، ولازم هي المشاركة تكون دائما للشركات لأنه للنمو بالصحة الدوائية. الهدف من المؤتمر تبادل الخبرات العلمية ومواكبة ما هو جديد والوقوف على أهم التقنيات والتجهيزات الطبية الحديثة.